هولا هولا طنجال بلا ما تريكون يا اخوان، مرحبا بكم في الفيديو هذا اللي سمعت واحد الفيديو قبل انكم تسقسيوني وانا غادي نجاوبكم ان شاء الله بعد الاسئله هيدا عليا اللي بغيت تعرف عليا وكاين بعض منكم اللي سقس عليا. المهم جيت اليوم باش نجاوب على ديك الاسئله هذه في هذا المنظر الجميل كما كتشوفوا هنايا في هذا الحي ديالنا اللي سميتو هذا الديار اسمها شويكه قريبه من جوهره مطعم ديال جوهره بقاو فوق. بما تشريك يا اخوان دابا غادي نبداو مع الاجابه ديال السؤال الاول. حسين جاك من عند الكترون محمد، ويبقى لك تحيه طيبه للاخ حسين، شكرا لك على الفيديوهات الرائعه والجميله التي تقدمها لنا ومزيدا من العطاء والازدهار في هذا المجال. السؤال هو شحال باغي توصل القناه ديالك ديال المشاهد، يعني شحال باغي توصل المشاهد اي واحد طبعا كيطبع يكون عنده قناه ديالو كبيره فيها بزاف ديال المشاهدات ان شاء الله دابا الحلم اللي قريب ونوصل مليون مشاهده ان شاء الله ما بقى لا والو. المهم هذاك السؤال الكترون محمد، دابا ندوزو عند الطنجاويه عائشه كتقول لك مبروك زعما 5000 ابوني وعقبال 5 مليون ان شاء الله حتى حاجه ما بعيده ولا 5 مليون ديال الفلوس ما شنو ماجي. شنو هي المدينه المفضله عندك بعد طنجة؟ احسن مدينه مفضله عندي بعد طنجة هي الشاوي مدينه الزرقاء. ندوزو عند ايراكس العز خوتنا طنجاوي، المهم السؤال ديالي هو شكون اللي زعما ساعدك باش تبدا اول مره في يوتيوب؟ واش عمرك فكرتي تحدث القناه ديالك؟ شكون اللي عاونك في الاول؟ واش عمرك زعما توقف القناه؟ هذا هو المعنى ديالك. اول حاجه ما بديت بوحدي بديت يعني من عقلي لراسي بديت وبقى كيعاونني خي هذا اللي كيصور دابا كما كيعاون دابا في الفيديو هذا. واش كنفكر نوقف؟ صراحه حاليا ما كنفكرش نوقف لوقاش ما كيتيسر لي الوقت كنصور شي فيديو في جهه اللي في طنجة وان شاء الله لما لا مستقبلا نخرج على برا ان شاء الله. السؤال دابا معنا رضا ازرياح ومستر ياسر، باش كتصور باش من لوجيستيك كتمونتي زعما؟ نخليكم مع الفيديو التوضيحي هذا، هو هذه فيديو كوش من كودرا كانت ريبير وحتاش من التليفون اللي كنت يعني كنصور بها اللي بديت. اوكي السؤال عندنا حسين جا دابا مع عند زياد، قال لك شنو الموطع اللي كترتاح فيه بزاف في طنجة؟ فاه كيبقى احسن موطع اللي كنحماق عليه انا وكنظن مجمل ديال طنجة وكيحمقوا عليه هي الجهه ديال المرشان وحنفطة والحاف. موطع الخلق هو هذاك. السؤال عندنا مع عند معاد بي تي، خاي حسين كيف جاتك الفكره باش تبدا في يوتيوب؟ فاش نقول لك يعني في اي واحد يعني باش كنشارج بزاف في يوتيوب باش كنشارج بزاف بزاف خصوصا ديال المغرب، وقلت لي ما لا حتى انا نجرب حدي معانا كيعجبني هادشي ديال اليوتيوب ديال الفيديو وكدا. يعني تاثرت بزاف ديال الناس قلت علاش لا انا نبدا ونصور وصافي، وبدات اول فيديو والثاني والثالث الى يومنا. والفرق بيني وبين بعض الفلوجر اخرين غير هو الفلوج معروف انك كتصور الحياه اليوميه ديالك، وانما انا اخترت واحد الطريقه اخرى هي انني صور طنجه ونبين طنجه احسن حله ونعطي واحد الصوره مزيانه كمدينه وكشباب ديالي. السؤال الثاني عندنا مع عند ايوب عبو، المهم انا ايوب خالد اسامه الطنجاوي كل عرفنا ايوب تحياتي وديديكاس للناس الباسيين تسوق عليك ديديكاس وعطيك ديديكاس. السؤال ديالي علاش انت هنا حايل وكتدخلنا قلب دغيا؟ حيت ما فيهاش فاي. وصراحة انا اخي ايوب فاش كنعدل هو بكل حب وفهمت كنبغي نصورو مدينة طنجة وفينو احسن صورة في الطنجة والحمد لله ان شاء الله يا ربي هادشي هذا يعني كاين الناس كيعجبهم هادشي هذا وحنايا باقيين معاهم تنصورو طنجة كما ان شاء الله ونوثقوها وتبقى في التاريخ. السؤال دابا مع عند اسامه مساري، علاش نجحتي؟ صديق المواطن ايام الدقرايه، علاش نجحتي وما نجحتش انا؟ اخي اسامه المهم راه دوزنا شي قليل انت كتعرفني مزيان. اخواتي اللي شنقول لك القرايه غير سهر، كل واحد والسهر ديالو كتبقى على حسب الحراسه وعلى حسب الطابله اللي جيتي فيها الطاويه اللي جيتي فيها. واللي كدوم هي الصداقه والسهر. لو اهم حاجه عاوتاني النجاح ماشي نجاح في الدراسه والنجاح في الحياه ديالك، شحال من واحد ما خارجي وواصل، اهم حاجه انك تعيش مزيان تكون عندك شي خدمه مزيانه ومستقر فيها، لان الدراسه في المغرب كتبقى غير انك تمحي الاميه والسهر. السؤال ديال عبد الله عبد الاله او لا عبد الله والله ما عارف مروكو، شنو الشعور ديالك ملي توصل 100000 ابون؟ صراحه حسيت بواحد الشعور ديال اي يوتيوبر الحلم ديالو انا يوصل لديك العدد هذا. فعلاش اول حاجه القناه ديالو كترجع موثقه كيوصل لديك
ديك الدرع في يدي اللي كتبقى واحد هديه نقولوا رمزيه والسلام. يعني ان شاء الله يا ربي كتمن حقها في هذا العام هذا يدك ان شاء الله. السؤال ما عندهم ماروك مروكو شنو زعما كتعمل في حياتك من غير يوتيوب؟ شنو هي الخدمه تاعك؟ من غير يوتيوب كنخدم مع عندي واحد الخدمه ديالي وما كانش بار اي وقت. طبعا اول حاجه كنفكر فيها هي انني صور شي فيديو شي جهه من الجهات ديال مدينه طنجة مدينه العزيزه. السؤال من عند ادم كاديم شنو هي الاكله المفضله؟ الاكله المفضله اخو ديالي هو الدجاج محمر. ال ام فلوغ الله يوفق امين امين اخي. السؤال من عند مسلم جيب العز ولا كحزيال احسنتي احسن يوتيوبر الصاعد واصل بعزمك القوي ولا عزك اخويا. السؤال من عند اسماعيل مخلوفي ان شاء الله في القريب العاجل 100,000 ابوني وهذا اللي عمل لك السينيماتيك بديك فيديو الاسئله قال لك ولد عمي زعما. السؤال من عند خديجه ال ام ال ام ال ام اخلاقك تجعلك من شاهدك مرتين وشاهدك مرتين واكثر حفظك الله وأبقاك على طبيعتك دون تصنع. أمي بارك الله. سؤال من عند موك بوك المهم هكذا كتبها تبارك الله عليك أخويا تستاهل كثر وربي يوفقك حياتك إن شاء الله. تحية من أختك المغربية مغتربة توحشت بلادي. فهاد النقطة هاديك ديديكاس وتحياتي للناس ديال الغربة صراحة يعني فيديوتي كنعدي 70% من الناس ديال الغربة واللي هما كانوا عايشين في طنجة وجابت الظروف سبحان الله العظيم والرزق ديالهم كان خارج المدينة ديال طنجة في أوروبا. يعني حنا كنبقاو نحاول نقارن لكم الأجواء ديال المدينة في طنجة يعني في الأعياد في المناسبات وفي ذكريات هيدا ملي كيكونوا كنحاولوا نصوروهم باش تسمو تعيشوا معنا الأجواء ديال المدينة ديالكم ديال مدينة طنجة. كنتمنى يكون داكشي في المستوى وإن شاء الله القادم يكون أجمل وأحسن إن شاء الله يا رب. السؤال ما عندك تامي فلوك إن شاء الله 1,000,000 أخاوي ديالي آمين إن شاء الله تجي توصل قبل مني يا أخي حمزة. السؤال ما عند ملك أبي خاي ديالي تستاهل أكثر من 5,000 جيم الله يوفقك الله يستر لك أمرك وشكرا. آمين. يعني شكرا للناس كاملين اللي دعوا معنا بالتوفيق والنجاح شكرا بزاف. السؤال من عند ريتاج مانر علاش كتمضغ العلك بديك الطريقة علاش كتمضغ العلك بديك الطريقة؟ في ديك الفيديو اللي سقسيتكم راه ما قلتي كنمضغ العلك صراحة تهزت واحد التركية دبرة وبقات لي مضغني باش كناكلها وكنهدر ونسيت راسي. يعني كنحاول نهدر يعني بكل عفية ما كنتصنعش وما كنمثلش واغلب الفيديو ديالي كنصور هذه واحد الملاحظة هي انني ما كنعاودش اللقطة ونبقى نصورها ونعاودها تطلع وحدة مزيانة لا كنصور مرة وحدة يعني كيما جات الهضرة اللي خرجت لي كنخليها. السؤال ما عند حفصة وندر سقساتي قالت لك واش كتفكر تهاجر؟ طبعا الا جاتني شي فرصة راه ماشي غنفكر نهاجر لما فكر اول حاجه مشيت نسافر في اوروبا صورت معايا فيديو نمشيو عند الناس اللي كيتفرجوا فينا تمايا ونصيلو بهم الراحه ان شاء الله يا رب. سؤال من عند مصطفى حسني شكرا خي حسين فكرتيني زعما في الحومه مدرسه خنساء ومرشان هذا في شي فيديو واقيلا قال لك ربي يجازيك كل خير الخاوه. فحال ديال الناس هادو صراحة علاش كنعدل هاد الفيديوهات هادو انني نفكرهم بالماضي والذكريات والزمن الجميل انهم خلقوا يعني يكونوا عايشين على برا كيبغيو يشوفوا الحومه ديالهم وديك الشيء لهذا حنا كنحاولوا نصوروا اي جهه في طنجه باش نرضيو جميع الناس ان شاء الله. ان شاء الله وندوزو دابا واحد جوج الاسئله عندك هنا في فيسبوك سقسك واحد الاخ اسمه عصام بيكا قال لك كيف زعما وصلتي 5,000 ابون؟ اول حاجه اللي خصني يعرفها الواحد وهي رساله من اي يوتيوبر يعني كيعدل فيديو فيها ان استمراريه وما يفشلش في الاول غادي تكون يعني ما كاينش مشاهدات ما كاينش لي زابوني وكذا ولكن مع الوقت خاص دخل الفيديو تني فيديو كتطور المحتوى ديالك وكيبقاو يجيو لي زابوني بوحدهم. انا ما كنقولش دابا انني واصل ما عرفتش اني باقي 5,000 ابوني ولكن يعني كنامن ان شاء الله الا كملت واستمرت في هادشي هذا ان شاء الله يجي واحد النهار غادي نوصل. واللي بغيت نقول لكم انا اصلا زيده من عندي هذه هي ثق في داكشي اللي كتعمل ولا بدل الحرفه. السلام عليكم. السؤال من عند محمد قال لك علاش ما كديرش فلوغات برا طنجه يعني خسر باش تربح؟ نقول لك اخي محمد انا عندي مسؤوليه وانا قلت لك عندي خدمه هنا يعني ما نقدرش نسمح فيها ونبقى نسافر ونطلع وديك الشيء. بالنسبه قضيه ديال خسر باش تربح وانا نقول لك حاجه سهله الخو ديالي تفرج فيا باش نربح.
كنظن جاوبنا على اكبر عدد ممكن ديال الاسئله اللي كاينين، واللي ما جاوبناش يسمح لنا يمكن الفيديو ديالو ما شفناش ولا شي حاجه اولا كان معود، واللي تمنوا لنا التوفيق والنجاح في هادشي هذا. كذلك كنقول لكم امين امين، شكرا بزاف وبارك الله فيكم. اذا هنا الاخوان كيتسرى الفيديو ديال الاجابه ديال 5000 ابوني، وان شاء الله نتلاقاو على شلا في 50K ولا 100K ان شاء الله، يكون القناه ديالنا كبرات وكذا. هادشي اللي كاين الاخوان، ما نساوش حسن كاميرا مان هو تعاون معنا. هاتي لي كاين اخوان، السلام عليكم ودمتم سالمين.